قرار رفع رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية كالصاعقة على الطلاب الذين تداعوا إلى الاعتصام أمام مدخل المبنى الجامعي في الحدث رفضاً للقرار. الطلاب قالوا إن هذا القرار ظالم ويرتب أعباء إضافية على الشريحة الفقيرة منهم. طلاب الجامعة اللبنانية نرفض رفع رسم التسجيل في الجامعة اللبنانية، ولن نسمح أن يكون طلاب الحلقة الأضعف في تصفية حسابات وتسكير عجز الموازنات للسنوات الماضية. ومن حقنا أن نسأل مع بداية العام الدراسي لماذا الزيادة على رسم التسجيل في الجامعة الوطنية؟ فهل إهمال الدولة للجامعة يكون بتحميل مسؤولية للطلاب؟ بالأساس نحن عم ندفع 400,000 كمش مضمونين، حوالي 200 رسم تسجيل يمكن و200 ضمان، فتقريبا يعني بدهم يضرب باثنين، فهيدي المصاري ما عم بيروحوا فيها، ونحن أصلا مش قدرتنا، يعني نحن طلاب جامعة لبنانية. كلنا بنعرفها إنه هي جامعة للفقراء، مش معهم أموال لحتى يروحوا يتسجلوا بجامعات خاصة، كرمال هيك بس هلا عم تزيدوا الأصوات، يعني تقريبا صارت مثل الجامعات الخاصة، نحن مش حنقبل هذا الشيء مر. يمكن أنا قادرة أدفع هذا المبلغ، بس في كتير عالم محدودية الدخل مش قادرين، هذا الشيء مش طبيعي بعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي اللي وصلنا له بالبلد، يعني بحيضلهم أصحاب المناصب والمال هن أصحاب مناصب ومال، وحيضلوا الفقير أو محدود الدخل ما قادر يوصل. تسجيل في الجامعة اللبنانية ليس لا يجيب أموال للجامعة اللبنانية كمكافحة الهدر والفساد في الدولة. الطلاب لوحوا بالتصعيد في حال لم يتم التراجع عن هذا القرار، لكن في المقابل نفى رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق عدنان السيد حسين ما يحكى عن زيادة في الأقساط الجامعية في كليات الجامعة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يبت إطلاقا ويحتاج إلى مرسوم تتخذه الحكومة اللبنانية أو إلى قانون يقر في مجلس النواب. وفي معلومات الجديد أن الجامعة عملت على هذا المشروع لتصبح الرسوم في الكليات النظرية 400,000 ليرة بعدما كانت 200,000 ليرة، و 500,000 ليرة في الكليات التطبيقية بعدما كانت 250,000، لكن هذا القرار لا يزال قيد الأعداد.